نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان أحمد يقول أهل البدع بيننا وبينكم الجنائز. ثم إني أيضا أشير عليكم بأمر هام، أنك إذا حلفت على يمين فقل إن شاء الله، ولو لم يسمعها صاحبك قل إن شاء الله، وإن لم يسمعها صاحبك، لأنك إذا قلت إن شاء الله يسر الله لك الأمر حتى تبر بيمينك، وإذا قلت إنه ما حصل الذي تريد فلا كفارة عليك. وهذه فائدة عظيمة. فأنا قلت الواحد مثلا والله ما تذبح، ثم قلت بينك وبين نفسك ثم ذبح فلا عليك شيء، ما عليك كفارة. وكذلك أيضا بالعكس، لو قلت والله لا أذبح ثم قلت بينك وبين نفسك وما سمع صاحبك، فإنه إذا لم تذبح فليس عليك كفارة، كقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حلف على يمين فقال إن شاء الله لم يحنث. وهذه فائدة عظيمة، خل على لسانك دائما، خل الاستثناء إن شاء الله على لسانك دائما حتى يكون فيه فائدتان: الفائدة الأولى أن تيسر لك الأمور، والفائدة الثانية أنك إذا حنثت ما يلزمك الكفارة.